جاهزين معي؟ خلينا نقولها سوا مع بعض، هيك كل كتاب مقدس خلينا نرفعه مع بعض سوا. إذا بتقرا على الآيباد ارفع على الآيباد، على التليفون ارفع على التليفون، قول هذا التليفون اللي فيه الكتاب المقدس. خلينا نقول مع بعض، هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع فيا فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير بكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. تعال يا روح الله اليوم وأنت ألمس يا رب شعبك في هذا المكان، تعال يا رب أنت وتعامل معنا اليوم بكلمتك، تعامل معنا بروحك القدوس، افتح عيوننا يا رب، قلوبنا لكي نفهم الحق وقوة الله. تعال يا رب حاوط هذا المكان، أصلي بالملائكة وغطيب الدم، ما تسمح ولا أحد يوم يخرج كما دخل، لكن يخرج مشفي محرر ومخلص وقادر أن يحيا حياة الانتصار في المسيح يسوع. أشكرك يا رب اليوم لأنه وحدك أنت فقط تأخذ كل مجد، أنت تزيد ونحن ننقص، أنت ترتفع ونحن ننخفض، ليس لنا فقط ليسوع، نعطي كل المجد. كل شعب الله يقول تفضلوا تفضلوا تفضلوا. نزيد روح معي إلى كتاب غلاطية، لأنه عم بحكي في هذه الأيام شيء ما الرب عم بحطه على قلبي، أن أحيا حياة انتصار حقيقية. وبتعرف حياة الانتصار حقيقية هي شيء حقيقي، ممكن أنك تعيش حياة مسيحية منتصرة. قول هيك لحد كله، ممكن أنك تعيش حياة مسيحية منتصرة. ما سمعك له إياها مرة تانية، قول ممكن أنك تعيش حياة مسيحية منتصرة. آمين. نعم، مش شيء خرافي ولا شيء من الماضي اطلاقا. انا وانت اليوم قادرين ان نحيا في هذا الزمن، لانه اللي عم بكتشفه هو التالي، اللي عم بكتشفه الشيء اللي عم صور لك اليوم، هذه الصوره اللي عم شوفها بين ناس كبار بالايمان او صغار بالايمان، مش مهم قديش عمرهم بالايمان، لكن اللي عم بكتشفه هو التالي، قديش في اشخاص بالحقيقه بيعرفوا الحق المسيحي لكن مش عايشين الحق المسيحي، وقديش في أشخاص بتعرف العقيدة الصحيحة لكن مش عايشة الإيمان الصحيح، وقديش في أشخاص بالحقيقة عايشين منهزمين تحت وطأة التجارب والتحديات الكتيرة اللي موجودة في هذا العالم. وكلما الظلمة عم بتزيد، كلما سقوط الناس عم بيزيد أكثر وأكثر، بدل ما يكون بالحقيقة الانتصار عم بيزيد أكثر وأكثر. وأنا اليوم بدي شجعك، لأنه اللي كل هالسنين طبعا في كنيسة الحياة فياضة تعلمنا أنه نحيا بعد الإيمان، تعرف ببيان إيمان كنيسة الحياة فياضة، لأنه كثير أشخاص مش منتبهة أيضا لهذا الأمر. وأنا اليوم بدي شجعك ترجع تركز معي على بعض القصص. بالحقيقة أنا وأنت نؤمن بأنه بعد التبرير هناك التقديس، قل له هيك لحدك، قل له بعد التبرير هناك التقديس. وبالحقيقة قال الذين عرفهم هؤلاء عينهم لكي يصيروا مشابهين لصورة ابني، بقول هيك بروما، قال وهيدول الذين عرفهم هيدول أيضا بررهم، والذين بررهم هؤلاء مجدهم أيضا ودعاهم وقدسهم. وأنا اليوم بدي شجعك بأنه تعرف بأنه حياة التقديس تبدأ بفهمك لمنطق بأنه فيك تعيش منتصر هون على الأرض على كل تحديات إبليس. فيك تنتصر، فيك تنتصر، عمول فيك تنتصر، فيك مبلا فيك تنتصر. وإذا أنت أدركت أنه عن جد فيك تنتصر، إذن لا تعود تتخاذل فيما بعد بموضوع حربك ضد الخطيئة، لأنه بتعرف معظمنا حتى عنده صورة خاطئة، لأنه حربك بالحقيقة هي ليست ضد إبليس وأعوانه، بمعنى أنك تحارب، لأنه بالحقيقة إبليس وأعوانه مهزوم من زمان، والشيء الوحيد اللي إبليس بيقدر يعمله في هذه الأيام هو أنه يكذب عليك أو أنه يوحي لألك ببعض القصص. بس الشيء اللي أنا وياك عنا حرب حقيقية معه هي حربنا مع الجسد، حربنا مع الخطايا، حربنا في هذا العالم. هذه هي الحرب اللي أنا وياك الحقيقية اللي أنا وياك بدنا نعيشها. وبتعرف اللي عم بكتشفه والتالي الشيء اللي كتير كتير غريب بالنسبة لي، بأنه إنسان ولد ولادة جديدة، عرف الرب، امتلأ من الروح القدس، عيش الفرح، عيش السلام، عيش هيدول القصص لفترة من الزمن، ولكن بعد فترة
صار يقدر مثلا يشارع شو يهوى، صار اتعلم اكثر، صار يجي يحضر بالكنيسه، طلع على اللقاء الى اخره. عم نحكي اذا كان بكنيستنا او باي كنيسه تانية، يعني انا مش عم بحكي بس عن كنيسه حياه فيضان، انا عم بحكي عن عامه المؤمن عامه. بتلاقي اذا في لقاءات بغير كنائس حضرها، عمل قصص، صار يعرف شوي بالكتاب، صار يقرا شوي بالكتاب، فهم بعض القصص في الكتاب المقدس الى اخره، صار عنده معرفه كتابيه، صار عنده معرفه بالصلاه، صار عنده معرفه حتى بطرق واساليب العباده الى اخره. لكن اجى وقت وبلش يصير في مشكله معه، بانه صار في حرب ضروس عليه بأي شكل من الأشكال. تفاجأ، لربما انعسر، لربما صار عنده مشكلة، لربما. لكن اللي صار بأنه صار عنده كل المعرفة لكن ما عنده الحياة. وبقول كتاب مقدس بتصير نهايته أضرب من بدايته، وبتلاقي بأنه هدول الأشخاص بتلاقي حياتهم صارت كناية عن تحولنا من طقوس ما إلى طقوس أخرى، من تحولنا من انه اشخاص عن جد بدنا نعرف الرب ونعيش المسيح، لكن صرنا بالحقيقه صرنا بتعرف. يعني في مره واحد قال هالكلمات وانا دائما بذكر فيها، بانه قال كانه صار المسيح هذا الدواء المر اللي حتى لي انا وياك نقبله لازم تزيد له طعم ولون وريحه حتى لي انا نقبله. بتعرف صارت شغله الوعاظ نحاول انه نهونها عليك حتى لي تضلك ماشي مع يسوع، بس بتعرف هي القصة شو؟ خليني اقول لك، في العالم سيكون لكم ضيق. خيي عم سمعني انت هون، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. قالوا هيك لحد كله، في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم، قال الرب. عم سمعني انت هون اليوم؟ ومشان هيك انا وانت ايضا قادرين ان نغلب العالم. تقول لي زي يسوع غلب العالم، اذا انا شو دخلني؟ رح اقول لك انت شو دخلك. ليش سؤال الكتاب هذا سؤال؟ لان جميع المولودين من الله، قال، هم بالحقيقة أولاد الله. قال وكل واحد ولد ولادة جديدة، قال، غلب العالم أيضا. أسمعني، قال كل مولود من الله يغلب العالم. قالوا هيك لحد، كل مولود من الله يغلب العالم. شو المقصود بالعالم؟ يعني مصارعة حرة، يعني تنزل تخبط الناس؟ لا، ما عم نحكي عن العالم عن البشر، لأنه في ناس تعتاد عم نجيب سيرة العالم، عم نجيب سيرة البشر. لا، عم نجيب سيرة الفكر العالم، عم نجيب سيرة الخطية، عم نجيب سيرة العالم وحياة العالم وفلسفة العالم وطرق العالم في هذا الزمان اللي أنا وياك عايشين فيه. لكن للأسف التراخي اللي حاصل بين المؤمنين وفهمهم الخاطئ للنعمة، لأنه بتعرف أنا أكثر واحد، يمكن أكثر واعظ بلبنان أو يمكن بالعالم العربي بعلم عن النعمة، لكن أيضا في معنى آخر للنعمة اللي اليوم نريد أن نتحدث عنه. لأنه أنا أريد رحمة الله بكل ما للكلمة من معنى عند سقوطي في التجارب، لكن عندما أسقط في التجارب أريد رحمة الله، لكن أريد نعمة الله لكي أنتصر في وقت التجارب. هذا بقول ما أمين، لكي لا أسقط. يعني الله ما عمل كل شيء بيسوع المسيح على الصليب حتى لي أنت تضلك مدعوس من إبليس. ألو، وتصير شخص مرتخي لدرجة بأنه خلص يلا أمين. وحتى صارت مجي الكنيسة تجي أنه أوكي مثل كل الناس بنقعد، طيب يلا صلينا أوكي، لكن حياة ما في شيء. تعرف شيء بالنسبة لألي مبكي بالحقيقة، صدقوني وأنا اللي عم بقلك إياه، عم بحكي من كل قلبي قديش عم ببكي بهذا، وعم ببكي عن جد، عم ببكي، عم ببكي على ناس اللي عن جد عن جد عن جد بعرفها، بس مش عايشة مسيحيتها. تلاقي مثل عم كل الناس، تلاقي مؤمنين وعمرهم سنين بالإيمان بس مثله مثل كل الناس. المظاهر هي ذاتها، الكذب هي ذاته، الحياة الخداع هي ذاتها، الملذات الحياة هي ذاتها، طرف المعيشة هي ذاتها، الخداع هو ذاته، التملق هو ذاته، الزنا هو ذاته، كل شيء. تلاقي كل هيدول القصص بعدك كأنه بالعالم، بس بتعرف أشخاص بصير يقول أنا لابس ثياب بيجي فيهم عن نهار الأحد ونهار الجمعة الكنيسة، بس بالحقيقة عندي حياة تانية بعيشها. بس أنه بقول أنا نشكر الله عن النعمة، نشكر الله عن النعمة اللي الرب عم بيساعدني أنه أنا بيغفر لي خطاياي كل ما بيجي لعنده. بس تعرف شو أثار الخطية على حياة الناس؟ أثار الخطية على حياة الناس هي قلوب قاسية لا تعود تشعر بأي شيء بشو الله بده يعمل فيها، ولا تعود تسمع، ولا تعود ترى، ولا تعود تشعر، ولا تعود صار واحد مثل ميت بس هو عايش زومبي. يعني
تلاقي إنسان متراخي كليا لحياة العالم وبطلع عنه بطلع بتلاقي شو بدفروا عنا. وبعدين الشيء الدافع الوحيد اللي عم يعطيك قوة روحية اللي عم بيساعد أو عم بيعطيك دافع روحي هو مش بالحقيقة شو دعوة الله لحياتك، شو الله قد دعاك، شو الله يريد أن يعمل بحياتك، لكن طموحك هو اللي عم بيعطيك الدافع الروحي. وصرنا مثل كل شيء، مثل حيالله نادي، مش حيالله حزب، مثل حيالله مؤسسة، مثل حيالله شيء، تلاقي أشخاص هيك إنه عم تتنافس على المراكز، عم تتنافس على الأدوار، عم تتنافس على القصص، بتخانقوا مع بعض. قال يعقوب قال لهم شو بقول لكم؟ شو بقول لكم؟ قال بمدحكم يا أولاد لفاعي. يعقوب قال لهم هيك، ليك خلينا نقرا مع بعض يا أحبة. بدل ما يكون عم نتنافس على البر، عم نتنافس على كيف أنا عم بموت أكثر ويسوع عم بيحيى، صرنا عم نتنافس على قصص كثيرة مع هذا الرب. قال هيك، قال من أين النزاع والخصام بينكم؟ أليس من لذاتكم، عم بقرأ من يعقوب الإصحاح الرابع، أليس من لذاتكم تلك المتصارعة في أعضائكم؟ شفت منين عم تجي؟ انتبهت من وين؟ ألو؟ شو بكم؟ قال فأنتم ترغبون في امتلاك ما لا يخصكم. هاي المشكلة، قل له هيك لحدك، قل له أنت بدك شيء ما خصك فيه. نجديد، قل له هيك، قل له هاي المشكلة، المشكلة أنك دائما بتحط حالك بمواقف بايخة. لأنك بدك تمتلك شيء ما خصك فيه، مش هاي دعوة الله، هذا طموحك. عم سمعني؟ بس عم يعطيك دافع. بتعرف قديش في أشخاص انخدعوا بين الطموح والدعوة، قديش في أشخاص انخدعوا وانخدعوا بشيء رهيب لدرجة بأنه بالحقيقة اللي أنا وياك عايشين وبطلنا عايشين عن جد الإيمان المسيح، صرنا عايشين شيء آخر، صرنا عايشين كيف نقدر نعمل مراكز، كيف نقدر نوصل لمحلات، كيف نقدر نحقق طموحات وأهداف وغايات، بدل ما نكون عن جد عم نعمل لنحقق شو الله قد دعانا أنه نعيش. وأنا اليوم بدي شجعك هيك من كل قلبي، ليك شو قال الكتاب المقدس؟ قال لكن ذلك لا يتحقق لكم فتقتلون. أوف، شو عم تعملوا؟ ها؟ ما بسمعكم. شو هدول؟ مين عم بيحكي بيعقوب؟ لمين؟ تعرف هذه لكنيسة أورشليم عم بيحكي. تقتلون؟ ايه، انت خايف توصل معك مرحلة لأنك تتزيح قصص، تتعمل قصص تقتل. تقتلون مش مسك، قال تقتلون، شو كمان؟ قال تحسدون ولا تتمكنون من بلوغ غاياتكم. شو بتعملوا؟ وهكذا تتخاصمون وتتصارعون، انكم لا تمتلكون ما تريدونه لانكم لا تطلبونه من الله، واذا طلبتم منه شيئا فانكم لا تحصلون عليه لانكم تطلبونه بدافع شرير، استنون ان تستهلكون ما تنالونها الاشباع شهواتكم فقط. تخيل في شيء اسمه حتى شهوات بالامور اللي تبدو روحيه. أنا وأنت بتعرف إذ نحيا حياة للأسف، وتلاقي حياة ما لها دخل بالإيمان، حياة صراع، نميمة، كذب، حقد، تلاقي إيش؟ تعرف أنا شيء أكثر فاجعة بحياة كل أسيس وكل واعظ، أنك كون سنين عديدة عم تخدم الرب لكن شوف الناس ما حدا عم يتغير. فاجعة، مصيبة بأنه بالحقيقة ما في شيء عم يتغير. تغير أنه تغيرت كنيستنا، كيف منوقف ومنقعد، كيف بعض الطقوس منعملها، صرنا نعرف أكثر، صرنا نقرأ بالإنجيل، كنا نقول كان واحد يسألك كيف حالك تقول له نشكر الله، هلا صرت تقول له نشكر الرب لأنه هلا إنجيل صرت تقول الرب. من هدول تغيروا بس. سأجى واحد بتعرف بتفاجئ الناس، أنت حتى بالسوبر ماركت شو نجحت بنتك؟ بيقول لك إيه نجحت، هللويا هللويا. هللو إنه هللويا قصدي، يعني مبروك قصدي. شو الأخبار؟ بعدين صار عنا بعض الطقوس، نحن سنقول لا نحن ما بنعمل هيك لأن نحن مؤمنين، نحن ما بنعمل هيك. واستعرف الكتاب المقدس
ما بيعلم بأنك أنت عمول وما تعمل. قال سوف أحفر شريعتي في داخلكم. ليك شو قال هيك؟ قال عندها سوف أجعلكم تعملون فرائضي وتحفظون أحكامي، لأنه أضع فيكم قلبا جديدا يقول الرب. ليك شو ليك المفتاح؟ أحببت البر أبغضت الإثم. أحببت البر، أحببت 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 البر. قول ما أحببت البر من جديد. قل له حدا كله أحببت البر. لا الموضوع مش إنه بدي يكون بار، موضوع بحب البر وببغض أي شيء آخر. وبتعرف لما أنت ما عم بتصارع فيما بعد من أجل أي شيء آخر، لكن عم بتصارع من أجل أنك تكون للمسيح، عم تصارع حرب الإيمان الجميلة، عم تصارع ضد الخطيئة. لأنه بتعرف معظمنا بيعتقد بأنه لما نحن عم التبرير اللي عنا إياه بأنه أنا ضعيف أنا إلى آخره، بس لا، رب اليوم بدي يعطيك قوة. ها؟ ما بسمعكم. ها؟ لك هالأمين شو ضعيف؟ نعم؟ ها؟ تحسنت شوي صغيرة، سلام عشان لازم تحسن أكثر. تعرف نحن عادة منصير نفكر هيك، لك هتلا لك كيف نحن نفكر، لأنه نحن معظمنا منفكر بنفس الأسلوب. وراح لك أنا أوصف لك واقع كيفني معكم. هتلا وصف لك واقع. الواقع بقول هيك، بقول بأنك أنت بتصير تقول ما أنا ضعيف، وأساسا أنا بلشت إيماني وبعدين ضعفت، وعم ترجع بتجي بالقصص بالحياة، بس إنه عم بيجي بقول له للرب بسمحني الرب، وهو عن جد بسمحني، وأنا برجع بيجي وبرجع بقول له بسمحني، وبرجع بوقع برجع بقول له بسمحني، برجع بوقع برجع بقول له بسمحني، برجع هو بسمحني، برجع بوقع برجع بقول له بسمحني، بقوم بسمحني، وإلى آخره، وعايشين بهذه الدوامة. وبعدين بيجي بقول لك واحد بس شو بيك، ليش بدنا نكون مثل يسوع؟ سمعت أشخاص هيك قالك أنا حاب أكون مثل يسوع. شيك؟ كم واحد بده يكون مثل يسوع؟ خلينا نقول لك. بعدين صير تقول بس هيدا يسوع، هيدا يسوع. اسمعوني يا أحبة، بدي أحكي لك راسك اليوم معي. يسوع لم يغلب إبليس باعتباره ابنا لله. أصلا ما في مستوى. ما تسمعوني؟ لو يسوع غلب إبليس باعتباره ابنا لله كان بيفر مفرم. شو ما في مستوى، ما في مقارنة. ابن الله ملك الملوك رب. إبليس ولا شيء بيعمل له هيك. شو هالغبرة هيدا؟ ها؟ لكن اسمعني، يسوع غلب إبليس باعتباره ابن الإنسان. راح برهن لك أنا شو عم بحكي. بقول هيك كتاب المقدس، قال وإذ هو، روح معي لعبرانيين، عبرانيين الإصحاح الرابع، عبرانيين أربعة. فما دام لنا كاهننا الأعلى العظيم الذي ارتفع مجتازا السماوات وهو يسوع ابن الله، فلنتمسك دائما بالاعتراف به. ذلك لأن هذا الكاهن الأعلى الذي لنا ليس عاجزا عن تفهم ضعفاتنا. قول معي ليس عاجزا عن تفهم ضعفاتنا. ليه؟ قال لأنه تعرض للتجارب التي نتعرض نحن لها، إلا أنه بلا، إلا أنه شو؟ قول معي تعرض. قل له لحدك قل له تعرض للتجارب. قل له تعرض للتجارب اللي أنت عم تتجرب فيها. اسمعني يا حباب، بدي أسألك سؤال. اسمعوني، لو ما في احتمال لأنه يسوع يخطئ ما كان تعرض للتجربة، صح؟ شو بكم مزبوطة ولا؟ يعني بمعنى من المعاني كان في احتمال انه يسوع يسقط بالخطيئة كإنسان عم نحكي هلا. ها؟ شو بكم ايه ولا لا؟ وألا ما تعرض للتجارب، لانه التجربة ما انها تجربة اذا ما انها احتمال انك انت توقع فيها، ما مش تجربة. ها؟
إذا ما في احتمال تقطعه راح أقرأ لك أكثر وطول بالك حتى يبرن لك أكثر نقطة عم بحكيك عنها. أصلا ما تقول لي من أين تصير تجيبه هم راح لك نقطة. روح إلى يعقوب. ليك خينا يعقوب شو قال؟ صح الأول. يا الآية 13 من الإصحاح الأول لك شو قال؟ واستعرض أحد لتجربة ما فلا يقول إن الله يجربني، ذلك لأن الله لا يمكن أن يجربه بالشر، هيك؟ وهو لا يجرب به أحدا، ولكن الإنسان يسقط في التجربة، مش يتعرض، يسقط في التجربة إمتى؟ حين يندفع منخدعا وراء أمتى. إذا أنك تتعرض للتجربة هي مش خطيئة، لكن السقوط بالتجربة هو خطيئة، مش هيك؟ كلياتنا عم نتعرض لتجارب. يسوع تعرض للتجارب مثلي ومثلك. يسوع جرب يعمل كل الخطايا اللي أنا وياك ممكن أنه نعملها، لكنه قرر أن لا ينخدع وراء أعمال الجسد وأن يسقط في شهواته. بس كان عنده شهوات، لكنه ما سمح لهذه الشهوات أن تغلبه، بل غلب هذه الشهوات بنعمة الله. نسمعوني أحبة، يسوع كإنسان انتصر بنعمة الله. إذا نعمة الله هي فعلا أن نأخذ شيء أنا لا أستحقه، لكن أنا أستحق بالحقيقة عكسه، لكن أيضا معنى آخر لنعمة الله هي قدرة الله في داخلي على أن أصنع ما هو حق. عشان هيك أنا أحتاج إلى نعمة الله. قلوا هيك لحد أكله، نعمة الله هي قوة الله في داخلك لكي تصنع ما هو حق، وليس أنك توقع بالتجربة. عشان هيك أنا بحاجة للنعمة. نسمعني أحبة، رح فرجيك أكثر حتى تعرف أنا شو عم بقصد. لما بترجع معي على عبرانيين محل ما كنا هنيك، ليك شو قال؟ قال هو قد تعرض للتجارب التي نتعرض نحن لها، إلا أنه شو؟ طيب، لكن لها السؤال، كيف يسوع تعرض للتجارب لكنه لم يخطئ؟ هل لأنه باعتباره ابن الله؟ ليك عم بيعطيك المفتاح. قال لأنه هو تعرض للتجارب، إذن هو كان في احتمال أن يسقط بالتجارب، ولا هذه التجارب ما كانت تجارب، صح؟ إذا أنت ما في احتمال أصلا أنك تنط من الشباك، قد ما أنا أعمل لك ما رح تنط من الشباك، لأنه ما في هذا الاحتمال، لأنه ما في شباك أزيزا. بس إذا في شباك وأنت واقف عليه، في احتمال أنت تنط، لكن في احتمال أنك أنت ما تنط وأنت قررت أنك ما تنط، إذا كنت مجرب تنط لكن أنت ما نطيت، وأنت جعلت إذا شيء آخر يحكم في هذه التجربة هي أن لا تسقط فيها لكن تنتصر عليها. ويسوع قرر أن ينتصر على التجارب. كيف يسوع انتصر على التجارب؟ ليس باعتباره ابنا لله، لأن ابن الله يسحق إبليس، بل باعتباره ابن الإنسان. نسمعوني أحبة، لك سؤال، فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة حتى ننال نعمة ننتصر فيها على التجارب. فلنتقدم بثقة، لها سؤال، عم يحكيك عن يسوع كيف انتصر على التجارب، وقال لك فلنتقدم بثقة لعرش النعمة لننال رحمة ونجد نعمة تعيننا. إذا أنت بوقت التجارب أنت بحاجة لشو؟ لنعمة تعينك على هذه التجارب. وشانك ما بيفيدني أنا أقعد أقرأ بالكتاب المقدس لشارع شهود يهوى، ما بفيدني أنا أقعد أقرأ أو صلي أو أعمل كل شيء بس تحصل على قصص، تحصل على
على بيت، على سيارة، على سفرة، على بيوت، على تياب، على ما بعرف شو، على أغراض، لكن أنا بصلي سيدي أن تعطيني النعمة كي أنتصر في هذا العالم. تخلي يسوع اللي فيه حقيقي، لأنه شيء فاجع بالنسبة لي. شوف كمية التراخي الموجودة بحياة المؤمنين، إنه أنا إيه عادي مثل كل الناس، بخطي مثل كل الناس، بعمل مثل كل الناس، بعيش مثل كل الناس، بس أنا مؤمن. خلصني منك يا أخي. شيء عجيب، طموح، نميمة، حقد، كبرياء، عجرفة، كذب، حروب غريبة عجيبة، بس أنا مؤمن. شو هذا المؤمنين؟ مؤمنين آخر موديل، سليم فت. لا ويا شغل الصين، مؤمنين مش باب أول هول. عجيب عجيب أنك تعرف أنه ما في حدا حتى عم بيحارب أصلا. أنا أسألك سؤال، شو الحرب الروحية أساسا؟ ها؟ شو الحرب الروحية؟ لأنه أنا وياك اليوم نعتقد أن الحرب الروحية أنه وقف أنا هيك باسم يسوع بنتهر إبليس فوق لبنان، انتهر من هلأ العشرين سنة يا حبيبي، قبل ما تنتهر إبليس فوق لبنان انتصر على الخطية بحياتك. يا يا شا يا بكتا. عايش بسرقة، بزنا، كذب، بخداع، بنميمة، كيف فيك تنام وانت حائد؟ كيف فيك تنام وانت نمام؟ كيف فيك تنام وعم تحضر كومبينات؟ كيف فيك تنام وتعمل اشرار شر؟ بس انت بتقول اوه نرفعك. اقول يا رب بس انا معلم، انا بعرف بيجي واحد ببكتك، بيجي ابليس بتصلي، بيجي الروح القدس ببكتك، بقول معلم انا الرب عايش بالنعمه. النعمه تعينك عند الحاجه كي تنتصر في وقت الضعف، مش كي تتراخى، كي تنتصر. هاي نعمة الرب تظهر كي تنتصر. ناسمعني يا حبا أفرجيك بعض الشيء. استقرأ بأنه يسوع مش بس تجرب، تألم في التجارب. لكن أنت اليوم ما بدك دغري بتوقع. أنا وياك اليوم هبطف. ليك شو قال الإصحاح الثاني من عبرانيين؟ عبرانيين الإصحاح 2. وبما أنه هو نفسه قد تألم وتعرض للتجارب، عم نقرأ الآية 18 من عبرانيين الإصحاح 2، فهو قادر أن يعين الذين يتعرضون للتجارب. يعينك كي تنتصر. تألم لكنه رفض أن يسقط في التجارب. في تجارب دائما رح يضل، في تجارب رح تضل الحياة يوم بعد يوم كل يوم، لكن أنت بتقرر أني أنا عايش مع المسيح أو أنا مش عايش مع المسيح، أنه أنا ببرقة اليوم يلا ماشي الحال وبكرة ما أستعرف شو يا أحبة. شايف نهار وثلاثة وأربعة، طب ما اليوم معلم هلأ صيفية، لأن أنه من مرة لأنه بالصيف كونجي بقى أخذين فرصة من يسوع. يعني مؤمن عرفتني عنده أيام فرصة بيقدر يعمل فيها اللي بده إياه، بعدين بيرجع بصير بيرجع مؤمن بيرجع. أنا ما عم بحكي هيك لحتى عليك دينوني، أنا عم بحكي هيك حتى لي علمك تتكمش بالنعمة وتنتصر في حياة في التجارب في هذا العالم. النعمة تجعلك تنتصر، هي قوة الله في داخلك. نسمعني، شو الفرق بين العهد الجديد والعهد القديم؟ عم بحكي عم بخبرك شيء بالأسبوع الماضي، عم لك شو الفرق بين العهد الجديد والعهد القديم؟ تعرف شريعة العهد القديم أهون بكثير من شريعة العهد الجديد.
إذا بدك الحقيقة خلينا نرجع للعهد القديم أسهل، لأنه يسوع صعب لنا إياها. بكرة لما بلش علمك على وعظة يسوع على الجبل رح تكتشف بأنه يسوع قال لك قد قيل لكم شيء بس أنا أقول لكم غير شيء. حدا عم سمع علي؟ قد قيل لكم أنه اللي بيعمل هيك بيعمل هيك بينزل عشان، بس أنا بقول لك اللي بيعمل أكتر بعد. وإذا بتلاحظ كل شيء اللي كان يسوع بيحكي بقد قيل، واحدة من قد قيل لكم من نظر إلى امرأة من زنى فقد يحكم عليه بأنه ما بعرف شو، لكن أنا أقول لكم تعرف شو؟ قال أقول لكم من نظر إلى امرأة. يا رب أنه كنا منيح قبل، كان فينا نتطلع، هلا بطل فينا نتطلع. وين مشكلة يسوع؟ مشكلة يسوع بأنه كانوا عم بيقروا الشريعة الجماعة كقانون، لكن الرب كان عم يعطي الشريعة لكي يتعامل مع نوايا القلب. هذا عم سمع علي اليوم. المشكلة هي بما يحدث في داخلك. هاي المشكلة. شو عم بصير جواتك؟ هاي المشكلة. المشكلة لما أنا عرفت الرب ولدت ولادة جديدة، فجأة الرب شال مني قلب الحجر ووضع فيي قلب من لحم ودم ووضع فيي روح جديد، وفجأة صرت عايش حاسس انه فيني صلي، فيني حب كل الناس، صار فيني اعطي، فيني اخدم، بيجي لهون ليل نهار، ما بدي فل من الكنيسة، فرحان، منطلق، كل شيء تمام. حدا منكم بتذكر هدول الايام؟ ايه. بس فيك تعيش هيك على طول؟ وبعدين فجأة بلشت الحرب على القلب، لأنه إبليس بيعرف أنه الحرب هي على القلب، والمقصود بالقلب لأنه القلب هي مش بس ما عم نحكي عن المضخة اللي بتطلع دم، يعني مضخة الدم اللي بالجسد، عم نحكي ولا عم نحكي عن الروح أنسانك جديد، عم نحكي عن النفس، نفس البشرية، لأنه معنى القلب أيضا بعض الأحيان هو النفس البشرية. ولاحظ بأنه هناك المعارك، هناك كل المعارك. ومشان هيك بولس الرسول قال حيث كثرت الخطيئة شو بصير؟ فاضت النعمة شو؟ أكثر جدا. ليه؟ تيقلك بأنه نعمة الله اللي هي بين هلالين، قوة الله على صنع الحق أكثر بكثير وأقوى من أي خطيئة إذا بدك. أقوى. النعمة اللي في داخلك اللي هي قدرة الله في داخلك. يعني بتعرف ليك شو قال يسوع؟ قال في العهد القديم كان عندهم شريعة كاملة، لكن ما حدا قدر يعمل هذه الشريعة لأنه المشكلة بالقلب. ما أنت هون يا أحبة؟ قام جرب عمل بالعهد الجديد انتصار كلي على إبليس، انتصار كلي على كل فكر العالم، وضع فيك قلب جديد ومنحك، قال لك انت لا تستطيع ان تحيا شريعة الله او حق الله في الجسد. مشان هيك بولس الرسول بهدلهم بأهل غلاطي الأغبياء، انه بلشتوا بالروح وكملتوا بالجسد. كنتوا بالبداية بالروح ومنطلقين فرحانين، وفجأة لك قديشك حزين. تعرف أضرب إنسان عايش في هذا العالم مؤمن بالحياة بالنص. العالم فرحان أكثر منك صدقني. روح طلع بالعالم ناس البرة أقله عندهم فرح، شو ما كان يكون هذا الفرح أقله عندهم فرح. أنت لا عارف تفرح مع العالم ولا راح تعرف تفرح مع المؤمنين، لا مع الرب ماشي حالك ولا بالعالم ماشي حالك، لأنه بالعالم في ضميرك تعال بدك تخطي، أنت بدك إياها الشغلة، بس كل ما جيت خطيط بيطلع لك واحد وانك تشوف فارس جاي. يا الله بعد طلع واحد بيشبهه، بس قول يا الله لك الرب استخدم واحد بيشبه فارس، حتى فارس ببعيد عمل لك هيك. تجي انت بدك تعمل شيء بتلاقي هنا جاي من هونيك. يا الله منين جتني هلا؟ يا الله اهلا اختناد، ربي يبارك، شو اخبارك؟ هذا عم يفهم انا شو عم بحكي يا احبه. تلاقي فجاه انت ما بقى عايش الفرح المسيح، عم طلع انه هذا كله كان خداع. لا مش خداع. انا فرحان جدا.
أنا فرحان جدا، أنا مغروم بيسوع، أحلى شيء بالحياة. عندي مليون سبب اني ضلني اضحك ليل مع نهار. ايه اتعرض لتجارب كثيرة ليل مع نهار، وين ما كان تجيني، من وين ما كان تجارب. ابليس بلا اخلاق، وكل الهدف انه شو يعمل، يقسي قلبك لحتى تصير انت من جديد عم تعيش الحياة المسيحية بالجسد، بس مش عم تستعمل. يا رب اعطيني نعمة في وقت التجارب، نعمة يا رب، حتى لي لا أسقط لكن كمل السباق الممتد أمامي إلى الآخر. حدا بقول معي أمين يا أحبة. اللي فرقت، إجا يسوع قال أنا بعطيك قلب جديد وبعطيك روح جديدة، لكن بعطيك قوة الله فيك اللي هي النعمة. وإن سقطت أنا سأرحمك، لكن أريدك أن تحيا منتصر. لكن النقطة أنه مش أنه إن سقطت أنا سأرحمك، أنه خلينا نضل ساقطين، لا، لأنه بالحقيقة الخطيئة تقسي قلوبكم، والخطيئة رح بتخليك عايش حياة مسيحية بالجسد، والخطيئة رح تخليك عايش حياة مسيحية من دون فرح ولا سلام. تعرف عنهم كل ليتهم هيدول، بس ما عندك ولا أي اختبار لألهم، ما عندك أي شوق للصلاة، ما عندك أي شوق لأنك تقرأ الكلمة، ما عندك أي شوق لأنك تخدم الرب. حتى وأنت عم تعطي بتعطي بدافع الواجب، لأنه عيب وأنا بعرف، وبعدين بصير بصارع أنه عم بعطي لأنه ما أنا بدي أشتري صندال جديد، وبعدين عندي بكرة بدي عندي ظهرة، وبعد بكرة عندي بطنة لأنه ظهرة نكت بس ما عاد أنا. بعدين عندي ومش عارفين انه الهي يسد حاجتي الى التمام حتى وانا نايم. هللويا. نهار تعرف انت فيك تعيش هيك، فيك تعيش هيك، فيك تنتصر، لك فيك تنتصر، فيك تنتصر، فيك تنتصر، فيك تنتصر، فيك تكون فرحان، فيك تكون منتصر، فيك تكون ممتلئ، فيك تكون بقوة، فيك تكون دائما كل شيء بتصليه بتحقق، فيك تعيش حياتك بهذه الأرض، تملك في هذا العالم إلى أن يعود الرب يسوع. فيك 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 فيك, فيك نهار اللي بتعتمد على نعمة الله في داخلك. نعمة الله بتبلش بعلاقة حقيقية مع يسوع، بعلاقة حقيقية مع يسوع. تعرف انه تعرف اوقات انا ما بقرا الكتاب المقدس لانه هي لازم اقرا الكتاب المقدس، لانه اذا ما بقرا الكتاب المقدس مدري شو رح يصير وفيل شئم. تاني نهار بيجيبوا لي يا عملت حادث، هي لانه امبارح ما قريت بالكتاب، هذا الرب قصصني. لان تعرف في ناس تفكر هيك، يا اولاد لا فاعي. انا بدي خبرك شيء، اسمعني، اوقات ما بصير لي دائما اقرا كل يوم الكتاب المقدس، بس عندي خبر لك، نهار ببلش اقرا الكتاب المقدس ما بوقف. تعرف ليش؟ هاد ما جوعان وعطشان لكلمته، بحبه. الموضوع مش انه يي لازم اقرا الكتاب المقدس من الصبح، الكتاب المقدس زين، شو عم وين عم بقرا الكتاب المقدس، شو بدي اسوي من هون؟ والله يسوع مدري شو رح يعمل. بالنسبه لي متعه، فرح، كلمته مش قلقني، مش قلقني ولا شيء. ليه؟ لانه عم بلقي بكل حمل عليه، مش لانه ما عندي شيء، عندي كثير قصص بس كببها عليه. الحمل الوحيد اللي عم بحمله هي نير يسوع، هي انتصر بهذا العالم، هي انتصر بهذا انتصر بكل مواجهات اللي عم بتصير معي في هذا العالم. لأنه الحرب الروحية الحقيقية أحبة هي الحرب على قلبك. أوه أرواح، انتهر أرواح فوق برج حمود، بس انتهر أرواح فوق النبعة، أرواح شي، يعني واحد نازل بلوك باستر يعني. تعرف هدول، بس عندي خبر لك، ليك شو قال؟ قال لي أنا حربنا هي ليست ضد ذوي اللحم والدم، قال ضد، ليك شو قال؟
قال هي ضد فلسفات، أفكار، شيء اللي عم بصير براسك وبقلبك اللي عم يملك جواتك هون. قلبك بطل طري للرب، قلبك مش مع يسوع. بس تقول عن حالك مؤمن. ليه مؤمن؟ لأن أنا بجي على الكنيسة نهار أحد كناجح. طب شو لازم أعمل؟ شو لازم أعمل يا أسيس؟ تعرف على شو لازم تعمل؟ تقول له يا رب بليز رجع لي قلب من لحم ودم، رجع لي القلب تبع البداية، تبع بدايتي من وقت رجع لي هذا القلب. وما راح أسمح بقى لحدا اليوم عم تعلم، ما راح أسمح لولا شيء يأسي هذا القلب. لأن إبليس بيستعمل الناس، بيستعمل الظروف، بالآخر بصير تقول خلصنا بقى، عرفنا ولو عرفتونا. تعرف يا أشخاص هدول قد ما بتسمع قصص وبصير قصص، وهذا بيوقع من هون وهذا بيعمل هيك قصص، وهذا بيحكي عايدة وهذا بيحكي هونيك، وهذا بيكذب وهذا محتال، وهذا بسب وهذا بيسرق، وهذا بيعمل مشاكل، وهذا بده يغتصب، وهذا بده ياخذ قصص مش لاله، وهذا بده يحارب، وهذا بده ينطلق لهون، وهذا بيطلع هيك. الاخر تقول خلاص انت جواتك شو صار بقلبك؟ قلت لي رابع انا كل هذه القصص الناس اللي بتسلك بالجسد بالنسبة لألي أنت بتعرف تتعامل مع الكل، لكن يا رب أنا أزكي طريقي أمامك، قلبي ضل لألك يا يسوع. تعرف أنا هون مش لأني أنا أسيس هالكنيسة، أنا هون لأني بحب يسوع. أنا بخدمه مش لأني بعيش من الخدمة، أنا بخدمه لأني بحبه، لأن هو دعاني أساسا. كيف يكون عم بعمل حالة شيء بهذا العالم، لكن دعاني اني اخدمه. وعشان هيك مش الان ايه شو عبالك انت اسيس؟ شو بيقلك؟ في مرة واحد قال لي بتعرف اسيس عم فكر انه بلش خدمة، وليش ما بتقعد انت محلي وباخد انا الشغل تبعك؟ شو رأيك؟ ناس ما بتعرف شو معناتها انك تخدم الراب فارس، ما بتعرف شو الضغوطات والقصص تعرض لها، ما بتعرف يعشوها بس جمعتين ثلاثة. بس كيف فيك تعمل هيك؟ نعمة الله، نعمة الله تعيننا عند الحاجة. يا رب اعطيني نعمة، اعطيني نعمة يا رب اني ما اطلع، اعطيني نعمة يا رب اني يا رب انا بحبك، اعطيني نعمة سيدي اني اكون عم بحكي الصدق، اعطيني نعمة يا رب اني اكون عم بسلك بالحق، اعطيني نعمة اني ادعس على راس ابليس كل يوم بحياتي. كم واحد بقول ما امين اليوم يا حبه؟ قل له حدا كله النعمه، ما عم بسمعك، قل له لحدك ثاني، قل له لحدا، قل له النعمه هي قوه الله لتصنع ما هو حق في داخلك. خلينا نوقف مع بعض. رح بكمل معكم نهار الاحد صباحا، بس فيك تنتصر، فيك تنتصر، قلت فيك تنتصر، فيك تنتصر، فيك مبلا فيك تنتصر. فايدك يا كل يا رب أشكرك لأني أسلك في موكب النصرة كل حين. نعم نعم باسم يسوع. نعم لا تدع الشر يغلبك بل اغلب الشر كيف؟ بالخير. لا تدع الشر يغلبك. تقول إيه بس ليه كيف عم بيعملوا؟ أنا بدعم مثلهم حتى لي لا 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 لا، أنت خليك محافظ على كمال قلبك. هاليلويا. أنت ما تشبه بأشخاص سالكين بالجسد. قال يا أهل غلاطي الأغبياء كيف ابتدأتم بالروح وفتكرين أنه تصبحوا مكملين بالجسد؟ من سحر عقولكم؟ الجسد بيوديك على الخراب. أنك تفكر أنك أنت فيك تقعد تشد على حالك تنتصر يا رب أنا بحاجة للنعمة، بحاجة لنعمتك، قوتك عاملة فيا، قوة حقيقية مش شي هيك، قوة حقيقية في داخلك. يا رب أنا لن أتشبه بهدول الأشخاص اللي بيوصلوا المراكز، بيوصلوا القصص بالحقد، بالنميمة، بالعنف، بالكراهية، بالخصام، بالمعارك، بالقصص. سيدي أنا أريد أنك أنت ترفع من تشاء، أنت تضع من تشاء، أنت تصنع ما تشاء. سيدي أنا أسلك وراك، أنا أحبك، أنا أعمل ما أنت تقوله لي. يا رب أنا أخدمك بكمال قلبي. نعم أنا أحب النفوس، أنا أحب يسوع، أنا أريد يا رب أنا أتحقق مشيئتك في حياتي. لا يهمني، لا يهمني وين وكيف وإمتى، لا أقلق من جهة أي شيء. هاللويا. لكن بشيء واحد يا رب، بالصلاة والدعاء مع الشكر أشكرك. ارفع يدك وبلش اشكر الرب من كل قلبك. نعم نعم أنا شيء واحد يا رب أهتم به، هو أن أنتصر في هذه الحياة.
أن أغلب 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 أغلب. نعم أعلن بأن الغلبة هي لي باسم يسوع، الانتصار ولي باسم يسوع. نعم لن أسقط لن أسقط لن أسقط بنعمة الرب بنعمة الرب بنعمة الرب. علون معي بنعمة الرب. نعم نعم بفضل هذه النعمة العاملة فيا لن أسقط. نعم باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. نعم هو يغفر جميع ذنوبك ويشفي جميع أمراضك، يفدي من الحفر حياتك. أشكرك رب لأنه أنا كثير من المرات كنت مشدوب وفتحت على حالي بواب، لكن أشكرك لأنك فديتني من حفر، فديتني يا رب، فديتني فديتني ورحمتني. لكن سيدي اليوم أزكي طريقي أمامك. ارفع يديك يا أحبائك، بلش اشكر الرب معي، اشكر الرب، قل له سيدي أريد أن أحيا نور يسوع، أريد أن الناس تشوفني مختلف، أريد أن العالم يشوفوا أن يسوع عايش فيي حقيقي. يا رب بدي يكون مبين غير عن كل الناس في هذا العالم، بدي أفرق بدي أفرق بدي أفرق أفرق عن حيالله حدا في هذا العالم، كون فيني فرق، في شيء فيي فرق. علون هيك ارفع يديك يا رب، أنا اليوم بعترف قدامك أنه ما في شيء فرق فيي، ما في شيء فرق غير اني بعرف اكثر، غير اني بعرف الانجيل، غير اني بروح على كنيسة مؤمنين. لكن سيدي اليوم اريد انه حياتي تتحدث، اريد انه علاقتي فيك تصبح علاقة غير عادية شعلانة، علاقة غرام يا رب. اريد يا رب اريد يا رب، حط ايدك على قلبك يا كل يا رب، اجعل فيا قلبا جديدا، اجعل فيا قلبا جديدا، حب لكلامك يا رب، حب لحضورك سيدي، حب لعبادتك يا قدوس. انزع مني قلب الحجر، انزع مني قلب الحجر، هذا القلب اللي تقسى بسبب أمور العالم، بسبب كلام العالم، بسبب الأحداث والظروف والأمور التي حدثت في حياتي إلى الآن. بعد ما أنا منت شن إبليس حرب علي ضروس، وكل مؤامرات إبليس كانت لكي تقسي قلبي، لكن أشكرك يا رب لأنك حفظت على قلبي. نعم قلب لك، قلب للخدمة، قلب للناس، قلب للنفوس. نعم سيدي أشكرك أشكرك أشكرك، شكر الرب. خلي أسمع أسمع صلواتك وعم تطلع في هذا المكان، قل يا رب أريد أن أحيا شخص عايش يسوع حقيقة يا رب. قل يا رب أنا لا أستطيع لكن نعمتك العاملة فيا تستطيع. ارفع إذاك قل يا رب أعطيني نعمة، أعطيني نعمة يا رب لكي أواجه الغلط سيدي، ولا أعود أبرر فيما بعد، لكن أعلن باسم يسوع بأنه لن أسقط فيما بعد باسم يسوع. نعمتك يا رب العاملة فيها تجعلني أنتصر في هذه الحياة، أنتصر في هذه الحياة، أنتصر في تجارب هذه الحياة، وأسلك بحقك يا رب إلى أن تعود. هاللويا هاللويا هاللويا. عم تخيل في الأبدية أحبة ديش في أشخاص رح تتفاجأ في هذا اليوم بأنه قديش نحن رح نكون تعرف المستوى عالي للرب طالبه أنه نكون عن جد عايشين بالنعمة. هذه النعمة نعمة الله، قوة الله فينا. خذي الشخص اللي حدك صلي من أجله هلأ، قل له أريد أن نشوفك معي بالأبدية مع بعض، قل له رح نعيش للأبد سوا، قل له قرر. هي قرار بتاخده اليوم، قرار بتاخده اليوم بأنك سوف تحيا مختلف، لن تقبل فيما بعد الهزيمة فيما بعد، لن أقبل. إن سقطت قوم بسرعة، ما تسمح إنه هالخطيئة تأسي قلبك وتصير عندك قلب غريب عجيب. عيش من دون اعتراف، عيش من دون انكسار، عيش من دون تواضع. نهار أحد راح أحكيك عن النعمة والتواضع. تعرف شيء هام جدا 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 أن نحيا حياة نبين، تعرف يبين في نور يسوع عم بشع من خلالك بين الناس، إنك تكون مختلف يا خي، يبين شكلك مؤمن، ما بقصد شكلك بلبسك، عم بين بتعرف الإنسان ببين يسوع في داخلك، يسوع حي فيك. هاليلويا، بتلاقي فيك براءة، فيك بر، فيك يسوع، فيك حب للرب. الناس رح تنجذب لعندك صدقني، الناس رح تنجذب، لأن ما بقى رح تدور على دور يعطوك إياه بكنيسة، لأنه الناس رح تنجذب لعندك وين ما بتقعد. هاليلويا، وشو ما بتعمل الناس رح تنجذب ليسوع اللي في داخلك. هاليلويا هاليلويا. يا رب أنا اليوم أريد أن أصلي من أجل كل شاب وصبي موجود في هذه القاعة، تع حط إيدك يا رب عليهم جميعا سيدي، تع ألمس كل واحد منهم بروحك القدوس سيدي، واجعلنا منتصرين على كل التجارب يا رب بقوة نعمتك، بقوة كلمتك، بقوة حضورك في حياتنا باسم الفادي الحبيب يسوع. ولك منا كل شكر في هذه الكنيسة لأنك تسمع صلواتنا،
وتستجيب. كل شعب الله يقول هللويا. هللون معي. نعمة ربنا يسوع، محبة لها الآب، شركة روح القدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بسحاب المجد. آمين ثم آمين ثم آمين. أراكم لحد صباحا، ما تنسوا لحد ما في بالليل، لحد صباحا الساعة 11 اجتماعنا انتهى. رب يكون معكم ويبارككم.